السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف حالكم؟ اليوم يا ثاني سوف نأخذ درس جديد في مادة الرياضيات وعنوانه يا ثاني الطرح مع إعادة التجميع الجزء الثاني. مس إحنا بالحصة السابقة إيش أخذنا يا ثاني؟ أخذنا عرفنا كيف نطرح مع إعادة التجميع الجزء الأول، يعني إحنا امبارح كنا يا ثاني نعمل عملية استلاف طرح عدد صغير ما بقدر أنقص منه عدد كبير، فمندق على الجارة. أي جارة يا ثاني كنا ندق على أي جارة؟ اللي هي جارتها العشرات، صح يا ثاني؟ وتعطيها واحد. وشو نعمل بالعشرات يا ثاني؟ ننقص منها واحد وبعدين نعمل عملية إعادة تجميع لهاي العشرات، صح يا ثاني؟ اليوم رح نتعلم كيف نطرح مع إعادة التجميع الجزء الثاني، يعني اليوم بدنا نستلف من كمان نتعلم نستلف وندق على جارتنا اللي هي الجديدة اللي هي اسمها المئات يا ثاني. طيب يا مس كلياتنا نفتح على صفحة 71، يلا كنا نفتح على صفحة 71 مس كالعادة، احنا راح نحل اتحقق من فهمي زائد راح نشرح على الأمثلة راح نشرحها يا ثاني على السبورة. يلا يا مس انتبه معي. أول إشي يا ثاني تعودنا إنه إحنا بنقرأ الرقم، يلا 334 ناقص 73. إذا أنا يا ثاني بدي أطرح، بدي أعمل عملية طرح، لازم أنتبه. أول إشي يا ثاني على المسألة إنه في عندي أنا ناقص يعني طرح، يعني يا ثاني راح أحط على أصابعي وأخبي يمس، مش هيك إحنا تعودنا؟ طيب يمس دائما أول إشي بنبدأ من وين يا ثاني؟ من عند الآحاد، بنبدأ من عند الآحاد. يلا كلياتنا يا ثاني نحضر حالنا، يلا ساعدوني يمس، يلا شو في عندنا هون؟ أربعة، يلا كلياتنا نحط أربعة على إيدينا. أربعة ناقص ثلاثة، أربعة هاي الأربعة بدي أنقص منها ثلاثة، هاي أربعة بقدر أنقص منها ثلاثة يا ثاني؟ نعم يجوز. ها واحد اثنان ثلاثة، إيش بقي عندي يا مس؟ واحد، بعد بحط يا ثاني واحد. ليش أنا حكيت بقدر؟ لأنه عندي الأربعة أكبر من الثلاثة يا مس. يلا بعدين نيجي وين يا مس؟ عند العشرات، يلا نشوف العشرات. يلا يا مس عندي ثلاثة ناقص سبعة، يلا كلنا نحط ثلاثة يا مس، هاي ثلاثة بدي أنقص منها سبعة. ثاني هاي ثلاثة بقدر أنقص منها سبعة؟ ممتاز، لا يجوز. ليش يا مس لا يجوز؟ لأن الثلاث أصغر يا مس من السبعة، كيف بدي أنقص ثلاثة ناقص سبعة؟ طيب شو نعمل يا ثاني؟ يلا مين جارتها؟ يلا جارتها اللي بجنبها يا مس، مين جارتها؟ جارتها المئات، يلا كلياتنا ندق على المئات. فتحت لنا المئات، المئات بتحكي لها ايش بدك يا عشرات؟ حكت لها بدي منك واحد، بدي منك واحد، حكت لها تفضلي هسه بعطيكي واحد. طيب يا مس انا ايش عند المئات رقمها؟ ثلاث، شو باجي ثاني بحط عليها؟ اكس، اكس، ولما الثلاثة يا مس ناخذ منها واحد، كم يصبح عندي يا ثاني؟ برافو اثنان، إذا باجي أنا بحط فوق راسها يا مس اثنان، باجي بحط فوق راسها اثنان، طيب الواحد اللي أخذته من الثلاث وين أودي يا مس؟ أيوه عند العشرات، بحطه بجنبها يا ثاني زي المسدس. هيها صارت بجنبها صح يا ثاني؟ بحط عليها دائرة صغيرة، يلا ايش أصبح الرقم عندي؟ 13، 13، طب راح أسألك يا ثاني، أنت عندك 13 إصبع؟ إحنا كم إصبع عندنا يا مس؟ 10، طب شو نعمل؟ يلا نوصل السبعة لل 13، نشوف قديش بدها توصل، كم إصبع؟ أو كم عودة؟ يلا يا مس، اقرأ معي يا ثاني. سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى
الثاني. إذا ستة الإجابة. يلا هسا بعد ما خلصنا من العشرات وين بنيجي يا ثاني؟ على المئات. رح نطرح المئات من المئات. يلا يا ثاني شو حكيت لكم بالحصة السابقة؟ بصير أحكي ثلاث ناقص هون ما عندي أنا رقم، شو بنحط مكانه يا ثاني؟ صفر. بصير أحكي ثلاثة ناقص صفر. أحسنتم. لا يا مس، إحنا خلص يا مس شطبنا عليها، حطينا عليها إكس، زتيناها، ما بدنا إياها. ناخذ اسمها الجديد. شو اسمها الجديد يا مس؟ اثنان. يا راسي شو بنحكي؟ اثنان ناقص صفر كم يا ثاني؟ برافو، اثنان. اثنان. يا مس ننتقل للمسألة اللي وراها. خلينا نطرحها بالطرح. شو اسمه يا ثاني؟ الطرح العمودي. ايش اسمه يا مس؟ طرح عمودي، الطرح العمودي. يلا خلينا ناخذ كمان مسألة نوضح أكثر. يلا نقرأ الرقم، بحكي لنا 427 ناقص. إذا متى ما عرفت أنا في إشارة الناقص، إذا لحط على أصابعي وأخبيها ثاني. ناقص 158. يلا أول إشي من وين بدنا يا بس؟ من عند الآحاد. يلا سبعة ناقص ثمانية، إذا بطرح الآحاد من الآحاد. سبعة ناقص ثمانية. طيب ثاني يلا كيفيتنا نحط سبعة على إيدينا؟ هيا بالسبعة، هيا الثاني سبعة، بدي أنقص منها ثمانية، بصير يا مس هي سبعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، بدي أنقص منهم ثمانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، طب أنا ما عندي ثمانية، هسا السبعة بصير أنقص منها ثمانية يا ثاني، برافو، لا يجوز. ليش مس لا يجوز؟ لأنه السبعة أصغر من الثمانية، فدائما بصير الصغير أنقص منه عدد كبير، برافو يا ثاني. طب ايش تعمل هون السبعة؟ وين تروح؟ شو بتعمل يا مس السبعة؟ يلا يا مس ايش؟ يلا احكوا لي ايش بدها تعمل السبعة هون؟ برافو يا ثاني، بدها تدق على جارتها العشرة، يلا ندق يا ثاني. اوه فتحت لنا الباب اثنين، العشرات بتحكي لنا شو بدكم يا آحاد؟ شو حكت لها السبعة تعيد الآحاد؟ بدنا منك واحد. حكت لها هسا بعطيكم واحد، يلا يا ثاني. ناخذ من الاثنين واحد، لما ناخذ من الاثنين واحد كم بتصفالها؟ واحد، إذا نعمل إكس كبيرة على اثنين، خلص أنا ما بدي إياها، وصار اسمها الجديد واحد. طيب الواحد اللي أخذته من العشرات وين أحطه يا ثاني؟ برافو، زي المسدس ها، بنحطه بجنب الرقم، زي الشرطي اللي بحط المسدس بجنبه صح؟ إذا أصبح عندي الرقم 17، إيش أصبح الرقم عندي؟ 17. طيب يا ثاني إحنا قلنا 17 أصبح، بقدر أخبي منهم؟ لا يا ثاني، إيش بعمل؟ يلا نعمل بنوصل الثمانية للسبعة عشر، نشوف كم عودة بوصلنا للسبعة عشر. يلا اقرأ معي يا ثاني. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. خلص انا وصلت ال 17 بوقف، ما بقدر ناخذ خطوط. يلا نعدهم يا ثاني كم عوده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اذا بطرح الرقم 9 تحت الاحد، اذا انا خلصت طرح الاحد. يلا ايش باجي ثاني؟ يلا نطرح العشرات. شو بحكي يا ثاني؟ اثنان ناقص خمسة؟ خطأ، خلص صار اسمها الجديد واحد. يلا ايش بحكي؟ واحد ناقص خمسة، هي واحد، بدي انقص منها خمسة. هي يجوز يا ثاني واحد انقص منه خمسة؟ هي واحد بصير اخبي منه خمس اصابع يا مس؟ لا، لأن الواحد أصغر من الخمسة. طب شو أعمل يا ثاني؟ يلا إيش تعمل العشرات؟ وين تدق على أي جارة؟ أيوة بتدق على جارتها المئات اللي هي رقمها الأربعة. يلا تدق عليها يا ثاني، شوف بتفتح.
تفتح لنا ولا لا؟ ايوه فتحت لنا الباب المئات، حكت ايش بدك يا عشرات يا واحد؟ قلت لها بدي منك واحد، قلت لها هسه بعطيك يلا نشوف بدها تعطينا ولا لا. المئات كم معها يا ثاني؟ أربعة. لما ناخذ منها واحد الأربعة كم بصير اسمها؟ ثلاثة. إذا نشطب على الأربعة خلص ما بدنا إياها يا ثاني، وشو بنحط لبس فوقيها؟ ثلاثة، بنحط فوقيها صار اسم الجديد ثلاثة. طيب الواحد اللي أخذناه من المئات وين نوديه بس؟ نحطه هون ولا نحطه هون ولا نحطه هون؟ أيوة بجنبها زي المسدس ها؟ إذا حطيناها بجنبها ونحط عليها دائرة صغيرة، يلا إيش أصبح اسمها الجديد؟ إحدى عشر، يلا صار إحدى عشر ناقص خمسة، هسا بقدر أنقص لأنه الإحدى عشر أكبر من الخمسة، لكن يا ثاني هل أنا إلي إحدى عشر إصبع؟ لا يا مس، إيش بعمل يا ثاني؟ يلا بوصل الخمسة إحدى عشر نشوف كم إصبع، يلا اقرأ معي يا ثاني. خمسة، مش أروح أحط هيك خمسة، لا يا مس. بقرأ خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، يلا نقرأ، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا وصلني إلها ست عيدان، إذا بحط عند تحت العشرات ستة. يلا هسا شو بطرح يا ثاني؟ المئات، المئات، يلا، شو بنحكي يا مس؟ ثلاثة ناقص واحد، ليش حكيت ثلاثة ناقص واحد؟ لأنه هاي اسمها الجديد للمئات، ما بصير أحكي أربعة للخص، أنا حطيت عليها إكس مس، زدناها، ما بدنا إياها، صار اسمها الجديد ثلاثة، يلا ثلاثة ناقص واحد، هاي ثلاثة نقصنا واحد، يصبح الإجابة اثنان، إذا أعطتني الإجابة 269 يا ثاني. إذا أنا هون بسميه طرح عمودي لأنه يمس فوق بعض. طيب يا مس خلينا هسا نطرح يا ثاني طرح، رح نطرح طرح أفقي، إيش رح نعمل يا ثاني؟ رح نطرح طرح أفقي. ايش يعني افقي حكينا؟ يعني الارقام بتكون كلياتها على سطر واحد. يلا يا مس نقرا 985 ناقص 492. طيب يا مس دائما عودتك نحدد وين الاحاد، وين العشرات، وين المئات عشان ما نخبط. يلا هي احاد، عشرات خطين، مئات ثلاث خطوط. هي احاد، هي عشرات، هاي المئات. خلينا ناخذ دور ثاني يا مس. يلا نوصل يا ثاني الخط مع الخط، الاحاد مع الاحاد. يلا كلياتنا يا مس نحط خمسة على ايدينا. خمسة ناقص اثنان، هاي خمسة بقدر انقص منها اثنان. كم الإجابة؟ ثلاثة. إذا بضع يا ثاني ثلاثة، دائما حكيتها تحط ثلاث خطوط. باجي بحط الثلاثة بالأول عند الأحد. يلا هسا بوصل مين مع مين؟ بوصل الخطان مع الخطان، العشرات مع العشرات. يلا تطرح العشرات من العشرات. ثمانية ناقص تسعة، ثمانية ناقص تسعة. طيب يا مس هاي ثمانية، هاي ثمانية، بقدر أنقص منها تسعة يا ثاني؟ لا يجوز، هي ثمانية ما بقدر أنقص منها تسعة، ليش؟ لأن الثمانية أصغر من التسعة، صح يا ثاني؟ ما بقدر أنقص منها، إيش أعمل يا ثاني؟ شو أساوي؟ يلا ندق على جارتها مين؟ جارة العشرات مين؟ المئات، يلا ندق على المئات، فتحت لنا المئات الباب اللي هي رقمها تسعة، حكيت لها إيش بدك الثمانية؟ قلت لها بدي منك واحد. يلا التسعة بنحط عليها إكس، خلص خلصنا منها. هاي التسعة لما ناخذ يا ثاني منها واحد كم تصبح؟ برافو يا ثاني ثمانية. إذا يصبح اسمها الجديد ثمانية. طيب الواحد اللي أخذناه وين نوديه يا ثاني؟ أيوة بنحطه بجنب، هيها حطيناها جنب الثمانية، بنحط عليها دائرة صغيرة اللي هي قديش أصبحت يا ثاني؟ ثمانية.
لثمانية عشر الصباح؟ لا يا مس. إذا نوصل التسعة للثمانية عشر نشوف كم عودة بدنا نعدهم. يلا اقرأ معي ثاني. تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر. ها وصلت خلاص ثمانية عشر. يلا نعد كم عودة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. إذا لازم أحط عندي العشرات يا مس. تسعة ماشية ثاني. يلا هسه نوصل الثلاث خطوط مع الثلاث خطوط اللي هي المئات مع المئات. يلا نطرح المئات من المئات. ايش حكينا يا مس؟ اسم المئات اسمها الجديد ثمانية. يلا كلياتنا نحط ثمانية على ايدينا. يلا مس هاي ثمانية قديش بدنا نطرح منها؟ هيها مع التوصيلة ثلاث خطوط أربعة. إذا بقدر هاي ثمانية بدي أطرح منها أربعة. كم بقي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذا نضع أربعة. إذا أعطتني الإجابة 493 يمس. هذا هو الناتج اسمه الناتج لعملية الطرح. 985 ناقص 492. طيب يمس نشوف رقم أربعة. يلا 624 ناقص 493. يلا هاي أحد هاي عشرات هاي مئات. هاي أحد هاي عشرات هاي مئات. ماشي ثاني ناخذ لون ثاني عشان يبين الحل. بس دائما بنبدأ الطرح من الآحاد يا ثاني. يلا نوصل الآحاد مع الآحاد. يلا ايش الآحاد هون عندي؟ أربعة ناقص ثلاثة. هاي أربعة بقدر أنقص منهم ثلاثة. صحيح واحد اثنان ثلاثة. إذا كم بقي يا ثاني؟ واحد. مس واحد. يلا نوصل العشرات مع العشرات. العشرات مع العشرات. يلا العشرات كم هون عندي؟ اثنان ناقص تسعة. ايه يا ثاني؟ اثنان ببدأ أنقص منهم تسعة. هاي اثنين. كيف بدي أنقص منهم تسعة؟ بالسين يا مس؟ ممتازين. لا يجوز لأنه الاثنين أصغر من التسعة. كيف بدي أخبي منهم؟ طيب شو بتعمل الاثنين هون يا مس؟ أيوة تدق على جارتها المئات اللي هي رقمها ستة. فتحت لها الستة حكت لها إيش بدك يا اثنين؟ حكت لها بدي واحد. تيجي الستة بنعمل عليها إكس هاي ستة. لما ناخذ منها واحد كم تصبح يا ثاني؟ برافو خمسة. بصير اسمها الجديد خمسة. والواحد اللي أخذناه وين نوديه يا ثاني؟ نحطه هون ولا هون؟ وين بدنا نوديه يا مس؟ أيوة بجنب العشرات. فيصبح اسمها الجديد 12. يصبح اسمها الجديد 12. إلنا 12 إصبع يا ثاني؟ لا يا مس. إذا بنوصل التسعة لل 12 نشوف كم إصبع أو كم عودة بيوصلنا لل 12. يلا اقرأ معي يا ثاني. 9 10 11 12. ها وصلت أنا ل 12. نعيد يا مس. 9 10 11 12. يلا كم عودة يا مس؟ 1 2 3. إذا أضرب 3 عند العشرات. يلا هسا نوصل يا مس المئات مع المئات. المئات مع المئات. يلا يا مس المئات كم عندي أنا؟ هيها خمسة. خمسة مع التوصيل يا مس. خمسة ناقص أربعة. هيا مس خمسة نقصنا منها أربعة. كم أصبح لدي؟ واحد. إذا أضع واحد. إذا أصبح ناتج الطرح ل 624 ناقص 493. كم الناتج أعطاني؟ 131. مس هذا اسمه الناتج. هذا اسمه يا ثاني الناتج. ماشي يا مس؟ طيب يا ثاني هسا في عندنا مسألة رقم أربعة. خلينا نحل يا ثاني رقم أربعة اللي هو في البوكس. مسألة يا ثاني معطيات وفي مطلوب
وفي حل زي ما أخذناها بخطة المسائل بالجمع. يلا ناخذ نقرأ المسألة يا ثاني. لدى سامي، ها شو بيحكي لنا يا مس؟ يلا هذا اللي بالبوكس هون عند السمكة يا ثاني، احنا قاعدين بنحل. لدى سامي حوض أسماك فيه 204 سمكات. إذا عنده، شوفوا كم عنده من السمكات، 204. باع، إيش يعني يا ثاني باع؟ شو الإشارة اللي بتدلني ناقص؟ إذا هاي يا مس دائما أي كلمة بتعطيني زي كلمة باع، إذا مباشرة بعرف إنه المسألة رح أفكر فيها لازم أعملها عملية طرح. ناقص ناقص، فكم سمكة بقي في الحوض؟ ها كمان كلمة بقي دلتني على إنها ناقص. طيب بحكي لنا باع منها 156 سمكة. إذا عنده هالقد من السمكات، باع منهم 156 سمكة، كم بقي لديه من السمكات؟ يلا خلينا نحلها يا ثاني، نشوف يا مس. يلا دائما يا ثاني هي آحاد، عشرات، مئات، آحاد، عشرات، مئات، يلا نوصل الآحاد مع الآحاد. يلا إيش عندنا الآحاد رقمها؟ أربعة. أربعة ناقص ستة، هاي أربعة يا مس. يلا بقدر أنقص منهم ستة؟ أحسنتم، لا يجوز، لأن الأربعة أصغر من الستة، كم تأخذ بست أصابع من الأربعة؟ يلا شو تعمل الأربعة يا ثاني؟ الدقعة جارتها مين؟ الدقعة جارتها العشرات، يلا الدقعة جارتها العشرات، دقتها جارتها العشرات، فتحت لها العشرات، شو حكت لها؟ إيش بدك يا أربعة؟ حكت لها بدي منك واحد. طب ايش عندها هون العشرات؟ صفر. تقدر تعطيها واحد يا ثاني؟ شو حكت لها العشرات؟ والله يا أربعة أنا ما معي إني أعطيكي واحد. أنا ما معي، أنا فقيرة، ما معي إني أنا أعطيكي واحد، لكن استني شوي، هسا بشوف لك جارتي من جنبي، إذا تقدر تعطيني واحد. انتبه علي بس. العشرات ما معاها، فقيرة، صفر، ما معاها تعطي الآحاد، صح يا ثاني؟ لكن هي حكت لها، ما حكت لها روحي ما راح أعطيكي، ما عندي أنا ما عندي أعطيكي، شو حكت لها؟ حكت لها استني شوي خليني أشوف جارتي اللي بجنبي إذا معاها بعطيكي. طيب تيجي الصفر يا ثاني، بدك على جارتها مين؟ المئات، يلا ندق على جارتها المئات. دقت عجارتها المئات، فتحت لها رقم مين؟ اثنان. حكت لها ايش بدك يا عشرات يا صفر؟ قالت لها بدي منك واحد. حكت لها هسه بعطيكي. شوفوا الاثنين يا مس، ها بشطب عليها، نشطب على الاثنين، وشو بصير اسمها الجديد؟ واحد. والواحد اللي اخذناه من المئات من الاثنين وين بيروح يا مس؟ عند العشرات، فأصبح اسمها الجديد عشرة. هسا العشرات إيش أصبحت؟ غنية، معها مصاري، صح يا ثاني؟ عشرة غنية صارت. هسا العشرات تقدر تعطي جارتها الآحاد؟ تقدر يا ثاني. ها الآحاد رجعت لها، شو حكت للعشرات؟ قالت لها يلا صار معك تعطيني؟ حكت لها نعم هسا بعطيكي يا آحاد. طيب العشرة، هاي العشرة إذا أخذنا منها واحد كم تصبح؟ برافو تسعة. إذا بشطب يا ثاني على العشرة وبحط اسمها الجديد تسعة. طيب الواحد اللي أخذناه من العشرات وين نوديه يا ثاني؟ عند الأحد، أصبح اسمها الجديد 14. إيش أصبح يا مس؟ 14. يلا إلنا 14 أصبع يا ثاني؟ لا، يلا نوصل الستة للأربعتاش. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. يلا نعدهم،
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا وضع ثمانية عند الأحد. يا هسه بدي أطرح الخطان مع الخطان. يلا إيش بحكي عشرة؟ لا يا مس خلص ما هي أخذت منها الأحد شطبنا عليها، اسمها الجديد تسعة. يلا تسعة ناقص خمسة هاي تسعة. بقدر أنقص يا ثاني منها خمسة؟ هاي نقص خمسة قديش ضل يا مس؟ أربعة. برافو. إذا نضع أربعة. يلا هسه بدنا ننقص المئات الثلاث خطوط مع الثلاث خطوط اللي هي المئات. يلا ايش اسمها الجديد المئات؟ واحد واحد ناقص واحد، هاي واحد نقصنا واحد كم اصبح يا ثاني؟ صفر. اذا بقي لديه 48 سمكة، 48 سمكة، فهمناها يا ثاني هون؟ مس دائما عندنا الآحاد إذا ما بقدر تكون أصغر من الآحاد اللي عندنا الثاني هون تدق على مين؟ على جارتها، إذا جارتها ما معها صفر، صفر ما حاش فقيرة، ما معها ولا إشي، تحكي لها روحي أنا ما معاي، إيش بتعمل يا ثاني؟ بتدق على جارتها، بتدق على جارتها المئات، المئات، هي تدق على جارتها المئات تأخذ منها يا ثاني وبعدين بتعطي الأحد يابس. ماشي يا ثاني؟ طيب يابس. رح أعطيك يا ثاني جمل مفتوحة، تعطيك جملة مفتوحة يا مس عشان نركز للجمل المفتوحة مع إعادة التجميع يا ثاني. طيب يا مس، ثلاثة مربع مربع ناقص واحد خمسة اثنان أعطاني 193. خلينا ناخذ لون ثاني يا مس. يلا يا ثاني، عندي جملة مفتوحة يعني أعداد مخبية يا ثاني. دائما ببدأ من وين؟ من عند الأحد، هاي الأحد. ماشي يا ثاني؟ يلا عندي عدد مش معروف ناقص اثنان اعطاني ثلاثة، اخذنا قاعدة يا مس على الجمل المفتوحة اللي بيكون فيها ناقص. إذا كان المربع بالأول شو بنعمل يا ثاني بهذول الرقمين القريبين على بعض؟ نجمعهم وبنحط العدد، ماشي يا مس؟ أما إذا كان المربع بالوسط شو بنعمل يا ثاني؟ بنوصل من تحت اتفقنا يا مس؟ يلا نشوف وين هذا المربع بالاول، اذا شو بعمل بهذول الثاني؟ بجمعهم. يلا اثنان زائد ثلاثه، اثنان ثلاثه اربعه خمسه، اذا باجي بحط خمسه. الخمسه منزل وحده، اذا بقدر اني انا احطها صحي ثاني، لانه حكينا عن الاحاد ام العشرات والمئات كم منزل بيقدروا يحملوا؟ بيقدروا يحملوا رقم واحد، ما بيقدروا يحملوا رقمين، ماشي ثاني؟ يلا نشوف هون يا مس، انتبه معي، مربع ناقص خمسة أعطاني تسعة، يلا المربع وين يا ثاني؟ بالأول، إذا شو بعمل بهذول يا مس؟ بجمعهم، يعني الأرقام القريبة بالطرح بجمعهم، يلا خمسة زائد تسعة، يلا تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر. طيب يا ثاني بقدر أنا أحط أربعة عشر كلها هون عند منزلة العشرات؟ هل منزلة العشرات بتقدر تحمل يا مس رقمين؟ ما بتقدر تحمل رقمين، إذا هي يا مس بتحمل رقم واحد، إذا نشطب هاي الواحد. ماشي يا ثاني، شطبنا هذا الواحد اللي هون، خلينا بس الآحد، طب هذا الواحد من وين أجا؟ من وين أخذته الأربعة؟ أخذته من جارتها مين؟ جارتها المئات، إذا يا مس نشطب على الثلاث وننقص منها واحد، هاي ثلاث نقصنا منها واحد، كم يا ثاني؟ اثنان، مفهوم يا مس؟ رح أعيد.
لما جمعناهم يا ثاني شو طلع لنا هون؟ 14. لكن منزلة العشرات ما بتقدر تحمل رقمين يا ثاني، شو بنعمل؟ نمسح الواحد اللي هون، ولأنه يمس ناقص أكيد رح يكون في استلاف، إنها الأربعة ما بنقدر ننقص منها خمسة، فالأربعة دقت على جار التمهيد، الثلاث حكت لها بدي منك واحد، فالثلاث نشطب عليها وبتصير اثنين، لأنها أعطت مين يا ثاني؟ هيها، لأنها أعطت العشرات واحد فأصبحت 14، ماشي يا ثاني؟ لكن منزلة العشرات ما بتحمل رقمين، بتحمل رقم واحد، اللي هو هي مس الآحاد، ماشي يا مس؟ إذا هاي يا ثاني على الجمل المفتوحة، مس عندك واجب زي كأنها ورقة عمل يا ثاني، اللي هو يا مس صفحة 32 بكتابة بكتاب التمارين، الكتاب الغير ملون يا ثاني، عندنا صفحة 32 يا مس، بتحلي لي اياهم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، بس يا مس هذا المطلوب منك يا ثاني، وهيك بنكون اليوم انهينا حصتنا للطرح مع إعادة التجميع الجزء الثاني يا ثاني، ويعطيكم ألف عافية يا مس.